بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن كسوف الشمس. هذه الصورة مركبة لكسوف الشمس، ترى فيها كيف تتجلى عظمة الخالق عز وجل، ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر أمامها ويحجب الضوء بالكامل، ويحدث الظلام وتختفي الشمس لعدة دقائق ثم تبدأ بالظهور. لقد نسجت الأساطير الكثيرة حول هذه الظاهرة الكونية، ولكن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وضع أساسا علميا لهذه الظاهرة، فقال في الحديث الشريف إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، من آيات الله تعالى، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى وإلى الصلاة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري، والله أعلم.